مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة العبودية، يعود النقاش بشأن الواقع الاجتماعي وسبل معالجة الاختلالات الاجتماعية. يتعلق الأمر هنا بالعبودية ومخلفاتها وسط مقاربات مختلفة، لكنها تصب في خانة واحدة حول ضرورة معالجة هذه الاختلالات وتحقيق العدالة ومحاربة العبودية ومخلفاتها. يسعدنا إذن أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع سيد الكوري الصنيبة، مسؤول الإعلام في منظمة نجدة العبيد. سيد الكوري، أهلا وسهلا بك. في البداية من المهم أن نتحدث عن التشخيص حتى نناقش المقاربات والمقترحات بشأن معالجة العبودية ومخلفاتها. ما تشخصك الواقع الحالي بشأن هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم. شكرا. مرحبا أني العزيز على ضافة بمناسبة كما قلت ذكرى أو تخليد اليوم الوطني ما يسمى بمواصلات الاستقاقية، أو كما يقول البعض مخلفات مواصلات الاستقاقية. نعم، الواقع لا أعرف من أين أبدأ. أنني أتكلم عن هذه الكارثة، الجريمة التي من العبودية، والتي للأسف عانى منها كثير من الموريتانيين. وفي البداية أود أن أذكر أنها معاناة وأنها ممارسة معروفة وشنيعة، وأنها طالت للأسف جميع مثلا الشعب الموريتاني. طالت بذلك معناها عرفها جميع مكونات الشعب الموريتاني. البعض في حساسية كبيرة عندما أتحدث عن هذه الظاهرة، وأول شيء يقولوا لك لا فقط، وأظن أن هذا يكفي، والله أن هذا مبرر. هي ما هي إلا في البيضان فقط. نعم، هي ما هي في البيضان فقط، فعلا هذه الظاهرة موجودة في جميع مثلا الشعب الموريتاني بمكوناته كلها، بما فيه مكونات الإخوة السنوج بجميع أشكالها، الألفية منها والسنوكية والبولارية، وهي موجودة أيضا في المجتمع العربي أو ما يسمى بمجتمع البيضان. بالنسبة للتشخيص، بالنسبة نحن في نجدة العبيد نعتبر أنه إذا كان قيمة بأشياء فقد بقت أشياء كثيرة لم يقام بها، وبالتالي نعتبر رسميا العبودية ما زالت موجودة في موريتانيا بجميع أشكالها، ذاك التقليدي منها وذاك اللي ما هو تقليدي. على أن زالت ممارسات ياسرة وزالت مخلفات أكثر. طيب، كما تعلم دائما هنالك من يقول أنه ما هو موجود من العبودية أنه بالحقيقة أنه يتعلق بالآثار والمخلفات، وليس لأن هنالك عبودية بالمعنى الدقيق للكلمة. ذاك اللي يقول ذاك اللي ما عنده الأخبار، عايش من الناس قاعد هون في الظل ولا عنده أخبار أي قضية، فقط يقول شيء ونين تسوله يقول لك شيء مثلا هكذا، وخارج العاطفة وخارج العقل، خارج الواقع وخارج الكلام، هكذا واحد قاعد هكذا يقول لك شيء. أنا أقول لك كمهتم وكمناضل في هذا الميدان وهذه القضية، إن موريتانيا في جميع أنحائها بما فيه نواكشوط فيه العبودية أشكالها كاملة، ممارسات تقليدية، ممارسات غير تقليدية، بمعنى أن هناك أناس مثال يستقلون استقلالا بجميع من أنواع الاستقلال الغين، معناها بدون مقابل. هناك أناس يعملون بدون مقابل، يعملون بدون مقابل. مثال هناك أناس يرعون الغنم ويتبعون البقر والإبل كعبيد وكخدم. أنا أقوله على مسؤوليتي، ولا أكبر دليل من ذلك على وجود عندنا في نجدة العبيد ملفات، مئات الملفات متعلقة بأشخاص يرزقون، أحياء يرزقون موجودون شاكين من العبودية تمارس عليهم في النعمة وفي باسكنو وفي أطار وفي كل بلد من هاي البلد. الصوانك هم يتعايقون نهارهم هذا، عندهم قضية عبودية.
قضيه البراكنة عام هذا المسجد اللي ما بيخالفين خاص تصلي، هاي اشياء هاي تجليات، ولكن لا اقول تجليات، انا اقول ممارسه العبوديه كممارسه، العبوديه كآثار. طيب وان كنت اود ان اذكر اولئك الذين يتعلق بالاثار، الاثار اشنع واخطر من العبودية. سنأتي إلى نقاش مسألة الآثار، ربما لأنها كما ربما أشرت أن هناك حالة إجماع على أن قضية الآثار على الأقل متجاوز أنها موجودة وقضية الممارسات وكثيرة موجودة. بالنسبة لقضية الممارسات، أنتم كمنظمات حقوقية، هذه الملفات الموجودة لديكم وذكرت بأنها تتعلق بأسماء وأشخاص محددين، لماذا لا تخرجونها للعلن وللجمهور؟ هناك من يقول أن الحالات التي خرجت يثور شكوك كثيرة بشأن مدى دقة ما ذكرته المنظمات بشأنها. أنا هنا احنا قاعد حق ملفاتنا ما نعتهم للناس هكذا بما هم القضاء، ملفاتنا جواهم القضاء. أيوة. هي ملفات قضائية تنطرح أمام القضاء وهي عالقة أمام القضاء، والقضاء يعرف أنها عالقة أمامه، والدولة تعرف أن هناك حالات، أن هناك ملفات عالقة في حتى في محاكمها الخاصة التي أنشئت حديثا. إذن ما يظهر ان احنا ما يظهر لنا دور نحن ان نجيبوها ونعتوها للناس، لا، احنا دورنا نجيبوها ونطرحوها قدام المحاكم، هي المحاكم تثبت فيها وتقول فيها الكلمه الفصل. طيب عقب ذلك مولي انا واحد لنهايه اتيها النقاش اللي تقول بعض الناس ممارسات اثار، هذا متجاوز. عبوديه حد يختار اجبرها يمشي، احنا مستعدين نعتوها له في باسك، نعتوها له في المرفوض، نعتوا له حالات من المرفوض، نعتوا العبيد اللي هون عندنا هون راينا على هناك يا ساكن هناك يا اللي حررنا واللي عندهم ملفات واللي عندهم حاله مذريه رايهم هناك قد حد يجينا، هاي الناس تقول هاي، اقول له جينا العبيد مقر هذا هو موجود معروف وتمش معنا نعتهم هاي عاتي تدي شيء. طيب يا غير متاكد انه يجيبوها ودور المولين يجيبونا واخر، هاي شو الناس واحده في التكذيب واحده في التهبيط واحده في الكلام اللي لا معنى له. طيب وانا واحد من شعورا منها بمسؤولية ربما بالمشاركة بذنب بذنب كل ما تتكلم عن العبودية يظن البعض أنك تقصده هو وتقصد عائلته، وكما يقال في موروثنا الشعبي أن الليل ما يدرك القابل، ونحن بين نحن هيت ويميرت يعرفهم ونعرفهم نحن، نحن أقل نحن حتى خارج عبودية ما يخالف أقل نحن، ولكن رغم أنوفهم رأيهم العبودية خارج بتقود ما هي بالكم ولا هي بالاشكال اللي كانت موجوده تقليديا، بمعنى انها مهمات عبيد فيهم الاغلال، مهمات عبيد القابهم معلقه فيهم هاي وتنباع في المرص. هناك عبيد يعملون ليل نهار بدون مقابل، وهناك خدم يغتصبون بدون وجه حق، وهناك اطفال يعملون كعبيد وكخدم. طيب. هذا موجود. ربما هذا النقاش الذي أشرت إليه يمتد أدى أيضا إلى دور المنظمات الحقوقية نفسها، هنالك من يتهمها بأنها تبالغ وأنها تشنع، وصولا إلى من يتهم أيضا بأنها تحرض وتنشر الفتنة. شوف هذا كانت خالق، أنت خالق خالق ليك عندي أنهم لا يقولوا هذا، ولكن لماذا تشنع ولماذا تبالغ، لماذا هؤلاء الذين يقولون هذا ما يجوا وكما يقال يظهر عليه الشمس انها تبالغ وانها تشنع وانها تقول الكذب. التكذيب هذا بسيط، قلت حد يقول هذا ما هو حق، ولكن لا انا لا 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 لا, 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 لا اقول هذا. هناك منظمات حقوقيه تعمل في الميدان، منظمات وطنيه، منظمات ذات مهنيه ذات تجربه، واكثر وطنيه من هؤلاء اللي يتكلموا بهذا النوع من الكلام، ولكنها فقط ترى ان هناك مشكله، ان هناك اناس عانوا من قضيه معينه جعلتهم على قارعة الطريق يستمر، جعلتهم غير متعلمين، جعلت ابنائهم الذين يملؤون السجون، جعلت ابنائهم بالاغلبيه هم الذين يمارسون الجريمه، هذا كامل لما لا يؤدوا اوساط معينه هي اللي ياثر فيه، لانهم عانوا من هذه المشكله، ولان الدوله وها نوع من الناس بيقول هذا هم الذين يجعلون الدوله تتمنع في حصونها وفي تكذيبها وفي تفنيدها وفي حتى لا كونتراديكسيون تناقضها، اللي هي دولة عندها قوانين، عندها محاكم، عندها محاكم حتى خاصة للعبودية، وفي نفس عندها حتى مؤسسات قايلة هي أنها من شأنها
طيب انها توها العبيد. طيب رايك لماذا هذه الاجراء الاليات التي اشرت اليها بشان وجود يوم وطني لمحاربه العبوديه، وجود هيئات معنيه بمحاربه اثار الاسترقاق، وجود محاكم خاصه، حتى قوانين، برايك لماذا لم ينعكس هذا على الواقع الذي اشرت الى انه ما تزالت فيه العبوديه تمارس؟ وين نختار بعد بمعنى على ذكر هذه المؤسسات وعلى ذكر هذه القوانين وعلى ذكر هذا اليوم؟ ايوه اختار نقول لك نحن بعد بنشتغل العبيد شيء كامل وعدد ايجابي نهتم منه ونشيد به ونشجعه. وعلى ذكر كل هذا اختار نقول لك ان باطني عندنا في موضوع وفي سياق اليوم الوطني لمكافحه العبوديه اختار نذكرك شوي تاريخ هذا اليوم. اختار نقول لك انه باختصار طبعا انه احنا ما يقرر فينا به اللي هو نتاج كما قلت بالامس نضال مري طويل كنا دائما نطالب به، وعقب الدوله ما عدلت تكون نجاتها المقرره العامه للامم المتحده لاشكال العبوديه المعاصره خلينا قالها شاهينيان جاءت هنا في 2014 وعدلت تقرير دارت فيه توصيات من ضمنها انشاء هذا اليوم ومن ضمنها طبعا خارطه الطريق اللي فيه 29 نقطه متعلقه بجميع الميادين الاجتماعيه والقانونيه والاقتصاديه من اجل ايش؟ من اجل تحسيس اداه وظاهره العبوديه والقضاء عليها. اذا هي خارطه الطريق تذكرك لان احنا زين عندنا غير نختار نقول لك ان هذه 29 نقطه نقبوا عن الوقت حال نقبوا واحده حاجه ما عاد منها شيء. ونقبوا هذا اليوم تخليده نحن بالنسبه لنا تخليده بلا فائده، بلا فائده بمعنى لانه احنا معدل يامس بالنعمه. وما يلا يعد في قبيل ما يلا يعود قبيل يوم وطني حقيقي يعد قصر المؤتمرات كثير يعد في قصر المؤتمرات اللي اكثر حتى اهميه منه هو احنا شفناه من القصر لا مفتوح لا يفتحوه كل كبيره وكل صغيره يفتحوه شيء ما هو مهم شنو وزراء يدعو شر شيء ما هو مهم شنو قال الرئيس مع احترامي له قلت شيء من الامور اللي قاعد عاديه يامس مشي مواظف مع احترامي له كوميسار الديوان شور النعمه اليوم وطني يلا يعود جميع ولايات قبيل فيها مواكبه ويلا يعود معدل في الواك شو حاولوا الرئيس حاولوا فعاليات كامله وحاولوا العلماء طيب ومعطيه زخمه ياك يعود فايته ها فقط ياك نقول لك لان هذا كامل كنت تقول لي ركاتي من قوانين ومن محاكم ومن يوم وطني ومن يفرق معدل طيب بقول لك معدل لا بدي اقول فكره معدل للخارج معدل ياك شوف الخارج الموريتاني لا توقع دائما لا توقع في المواثيق وفي القوانين وفي الايام الوطنيه كامل بلا فائده به اللي مقلوعة منه قيمته مقلوعة منه حقيقته طيب. فقط صورة للخارج كما يقول رئيس الوكالة تعرف كانت تعرف مالح أباط يقول لك مراية للخارج وفي الواقع على أرض الواقع يقول هذا بلا فائدة كامل لكن ما اللي يدير لي المؤسسات اللي انطاها الفضل ياسر كيف تعازر وكيف تضامن سابقها وكيف الكوميسارية سابقها معناها هاي أمور محددة معات حقيقية كيف إرادة صادقة أو حقيقية كيف الدول المجاورة النيجر عندها يوم وطني كل عام يخلدوا جهه الرئيس توقف الاشياء كامله اياك تنبه الشعب النيجيري ان هاي القضيه خطيره وان هي كانت كامله هنا عندنا شو مجاقه شو اللعب يامس طيب ياك نوفي ياك نوفي الاخبار اليوم الوطني يامس انا تابعت بالصدفه التلفزيون الوطنيه البارح ما يتابع لها ولا تبعت على البحث بالصدفه اللي هي اللي واخذه كخبر هالث وسابقه وزير ماشي شو ما اعرف شنو وثالثه المفاوضه جابوا راجل من القمح من شهر فور ليه ما تبغوا كامل جابوه كخبر ثالث طيب. رواك يوم وطني معدله طيب. ربما يعود السبب هذا الى التفاوت في تقييم ما هو حاصل وفي المقاربه الانسب للعلاج الحكومه وربما جهات اخرى ترى انه المقاربه الانسب للعلاج من خلال التعليم من خلال منظمات من خلال العمل الاجتماعي والإغاثي للدولة وليس بالضرورة عبر المؤتمرات والأنشطة والتعبئة أنا معاك معاك رجع جدلا لين أدم معاك في هذا قلت رأي الدولة رأي قالت هذا افتراض 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 قالت فراني جدلا أنا معاكم في هذا بارك الله لين عاد هذا التعليم لماذا أود التعليم في هذه المناطق اللي موبوءه انا اقولها موبوءه اللي فيها العبوديه ومتواجدين فيها العبيد السابقين وادوابه والفقر والتعليم والفقر ذوك هو اللي مدقع يعود مولي ما اعرف ليش مدارس هي اسوء مدارس تعليم هو اسوء تعليم للي ينطى كامل من المساعدات ما يوصلها يكون عن طريق اسيادها كيف تعدل التعازر لماذا تعازر مثلا عندها خمس برامج وعندها منسق والله عندها شو يقولوا مندوب
وعندها برامج وعندها كل شيء، حتى نسبة العبيد هذه اللي ناثروا توافق عليها أعرق جمعية المناط العبودية رأيها ما هي ممثلة لا في مجلس الوطن، ما في ما حتى ما يسوي عنها البرامج اللي عدوا ما نعرفهم، والمقاربة اللي عدوا ما نعرفهم، قاموا يمشي من الناس ما عندهم علاقة بالقضية. ولكن في جهات حكومية أخرى تعاملت لا 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 ما يقد لا يقد مفوضية 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 لا بد لها لا بد لها شرك الناس وتعاون شرك الناس شرك هل الشأن ما عندهم أود مفوض لا عندهم أود صعب تعاثر لا ندور برامجهم ندورهم برامجهم وندور فضلت الطاهم الياسر إذا تمشي فيه نعرفه كان وصل ولا ما وصل، نعرفه كان هؤلاء العبيد العبيد السابقين وهؤلاء ملايين البشر. طيب خلينا نقيم هذه المؤسسات واحدة واحدة حتى والله تفضل نعطي الصورة أكثر دقة. مندوبية التآزر هي وكالة لمكافحة الإقصاء والتهميش، وبالتالي هي معنية بهذا الموضوع بشكل رئيسي، وتقول في مختلف الخرجات الإعلامية التي تقوم بها بأنها نفذت العديد من البرامج في هذا الصدد، وأن أغلب مشاريعها موجهة إلى هذه الفئات الاجتماعية الضعيفة والهشة. هل يمكن أن نقيم هذا الجهد كله مسألة فقط أنه لا يوجد تمثيل لهذه المنظمة؟ لا 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 لا, لا, لا تمثيل لا كذا، يعني نختار نعرف والقول واحد لا يكفي. أنا هاي مندوبية تآزر هاي تنعتنا هذه كانت فئات الهشة قالت هي وهي أدوابة التأمين الصحي وهي الناس وهي الناس وهي الناس اللي سهد فت واللي جابت احنا نعرف لا نواقشوط هاي اللي نشوفوا الناس يوميا المراجعين المبالغ المالية لا لا المبالغ المالية أسأل فقط شو هاي لا يغني ولا يسمي لهم جوع يعني 23000 هذا طالت كل تشهر كل نهار قاع ما ينزلوا شيء ايش هاي مولي ما هو معالجة هاي وكنت نقول لك قبال وكنت نقول لك انا كانت فكرة بعد الناس اللي تعرفها الناس اللي عم تضربها في هذا وان احنا نشتغل لهذا احنا نشتغل لهذا احنا هذا رقم محدوديه عندنا ومحدوديه شراكتنا مع الخارج لا مو امريكان احنا عندنا برامج انا اقول لك انا عندنا برامج كون الناس على الخياطه والحياكه والظفير المهنيه ونكونوهم نكونوا عدنات والناس كونناهم شات اشتغل رانا ما عندنا شيء انا تقصد بعد حد يقول لي اعطيك 20000 قيل الشهر مش وكذا لا روح صالح انا قلنا لك ان ندورهم اعاده مندوبيه تآزر واعاده كوميساريات واعاده سي اس ار واعاده اخرى ندورها تشترك مع المجتمع المدني اللي يشتغل في قضية العبودية يسوى نحن يسوى حد آخر وتطرحهم على رأي طيب انت برأيكم انهم ما يشركون ما في شراكة المنظمة دي ما يشركون قلت لك رأينا انهم تطاهم الفوضى طيب ليه عدة المفوضية بداية السنة تطاهم بالتعاون لا مع المنظمة لكن احنا مزمنين وزين عندنا ويقين نختاره يمشي مثلا ينزاد هي عبارة عن نشاط يعني تكبروا عن قدام ولي عبارة عن نشاط قافلة مولى في شيء ما هو لاحق 6 ملايين اللوبية قديمة فأنا ما يقول لك عدد هذا ما هذا نشاط هذا تعطيه مفوضية حق أنا شيء من الناس قاعد هاي كاتب فما ندور إحنا ندوره إحنا ندور السياق العام وتفهم الدولة اللي ما يقدر يدخل قضاء العبودية ما هو بإشراك الناس اللي يشتغلوا في العبودية ما يقدروا يهمشوا وتنقضوا مندوبية يعطها 100 مليار أيوة وتبطش فيها أنا نقول تبطش فيها ولا يرى لك ولا يرى لك أثر يعني اسمح لي شوي تبطش فيها يعني شنو مظاهر ذا البطش كيراي بعد قاع مقر مليونين والقوافل تمشي دائما مسيوهات شوار هذا كاتيها بترجمات وكل شيء كل خلاصات الكبار هذا شبيه العبيد هو مقر كذا مليونين هون الواحد دار يبغى هو كاريو مليونين وشاف كوستمات زين وتاتين كراوت اكسات وفي وتات مش قوافل القوافل وتحول 40 مليار ما عند شنو قال قز جابتكم مسيو قز 40 مليون هذا شبيه العبيد وين المدارس العاد زينه في الادوابه وين هو اولاد ادوابه اللي قراوا وين هو الناس الدوات وين هو الابار وين هو الشرب وين هو الكامل هذا دور التعاظر نعتونا دبي واحد عاد فيه المجال نجح واحد من نشر كوليج نعتونا دبي واحد في مدرسه مثلا ناجحه والله فيه 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 ماء شرب صالح طب ما الموضوع يحتاج وقت حتى تظهر نتائج مثل هذه البلاد احنا لا قلت لنا لا احنا ماشي من شيء احنا ماشي الكلام ينقال بشكل محدد تقترحوا اسمح لي شوي هذه البرامج الحكوميه اللي قلنا عنها كثيره ومتنوعه سواء ما يتعلق منها بمفوضيه حقوق الانسان او ما يتعلق منها بوكاله التآزر انتم ماذا تقترحون لتفعيل هذه البرامج الحكوميه حتى تؤدي نتيجتها اقترحوا بقى اول شيء بقى اني خليك اوديت خليك تدقيق هاي الاموال اللي فاتت انصرفت من الى اين ذهبت منين تعود فعلا ونعتنا انها زاد شيء لهاي الناس كانت يلا تعود مستهدفه انا قاعد ساكتين فاهمنا وانا قاعد ايدينها اول شيء بقى تدقيق بعد قاعد هاي الاموال اللي فاتت انصرفت هي المندو تآزر سابقا تضامن وسابقا كوميساريا دروا دولم وسابقا بيز هاي مئات الملايين اللي مشات لماذا نحن من 2000 خارج مؤسسات من هذا النوع
حتى 2020 ما في تشفي شيء، ما في تشفي حصل، ما في تشفي شيء بعد شيء. الأدوية بتعيط والناس عطاش والناس مرضى والناس كذا، هاي واحدة. بس يوم ما إشراك المجتمع المدني، ما هو المجتمع المدني كامل، المجتمع المدني ذيك المنظمات تشتغل في هالميدان، عندهم خبرة وعندهم معرفة في هالميدان، يتموا على الأقل يشاركوا في المراحل كاملة، التصور، تنفيذ البرامج، المتابعة، ونتأكدوا مدينة وصلت للناس اللي وصلتها. والله موليني وأخونا، وأخونا اللي خليك شنو هو يتم اللي تقولنا خليك كذا وإحنا وزعنا كذا. خلينا نقول لك أن التوزيع ما هو عمل. خلينا نقول لك أن التعليم فعلا معاك، أن التعليم أنه مهم، غير التعليم يخليك تعليم حقيقي متميز. طيب التعليم، وزارة التعليم هذه ما تقييمكم لأداء الجهاز التعليم؟ دائما نسمع عن الرئيس افتتح السنة الدراسية من مناطق مثلث الأمل، نسمع أيضا مشاريع تنجزها وزارة الإسكان. شوف، قبل فترة وجيزة أعلنت اسمح لي عن افتتاح مدارس في مناطق مثلث الأمل. شو اسمعني أقول لك، أنا مختص أمن التعليم، حاسب رواية في التعليم قال لي زب لزب زون إدكاسيون بريوريتا، معناها مناطق تعليم الأولوي. هذا فهم برنامج، فهم مشروع كبير. وإنه أنا قلت لك إني دائما مشكلة عندي هون في موريتانيا إن الخطاب شيء والتصور شيء والكلام شيء والواقع شيء. هذا مبدئيا زين. كما أن مولي عند تعاثر كامل كاتب فر وتواقطها وبرامجها اللي دائرة لحيوطها وكل شيء زينة، غير نحن ندور الواقع، ندور نعرفه الامباكت من درا هذا منين الحق، من درا كان أحد معتولنا. أنا مستعد نمشي بقافلة وراني ما ندور في الرجوع ونمشي لحسابي. ينعتولي يقول شو هاي منصة رأيها قرأيتها محفزين ويقروا لأدوابه، يقروا هاي الناس فيها ورأيهم عاد لباس بهم ورأيهم كذا ورأيهم الناس أدانهم مشاريع، مشاريع معناها أنشطة مدر للدخل بيقول لهم لا تستانا. ما ندورهم يتموا دائما محكومين، يتموا دائما في تبعية، وندورهم يستقلوا وندورهم يعيشوا عيشة كريمة وندورهم يعاونوا المشاريع. فقط تعليقا على مسألة المبالغ المباشرة، يعني دائما يطرح السؤال على بعض المسؤولين ويقولون هذا برنامج ضمن مجموعة برامج، وبالتالي ليس معناه أن ندفع مبالغ مالية بشكل مباشر للمواطنين أن هذه هي البرامج التدخلية الوحيدة. هناك برامج أخرى تشجع على التشغيل، اسمح لي برنامج مشروعي مستقبلي، هناك مشاريع كثيرة تساعد الشباب والفئات الضعيفة على تمويل بعض المشاريع والاستفادة منها. هذا زي تصحف تعرف أهمية الإعلام، يشروا هذه البرامج، يشروا اللي خلق لها واللي قد شنو هو وتوصل شنو هو. انت بعد مو ثاني نهار هذين يعني الكركرات القرقرات يعني انقفلت بعدنا مثل عاد كل كرات بس 700 ولا 1000 جنيه ولا 3000. نحن عندنا التراب، عندنا الماء، وعندنا الرجال، وعندنا الشباب، وعندنا الناس كيف تهم الناس الفئات اللي دور لا تعمل. هذا هو اللي قايل لك انا، هذا برنامج انا ما اقتنع به. قلت له البرنامج فعلا انا شخصيا ما اقتنع به، ما لك مقترح ما اعطي الفضاء هكذا، ما عنده اي قيمه. فقط تتعلم التبعيه، وتبعيه مو شيء بلا فايده. انت لا تعال يقول لي لا تعيش منه، ما كان الشهر الله هالتشهر كل شهر شنو فايده؟ تعال يقول لي ان الناس اسمح لي فقط، شنو فايده هي لو انها اخذت 50% من ميزانيه اسره؟ هذه مساعده. لو ان حتى مثلت 30% من ميزانيه اسره الشهريه، هذه مساعده، ماكم واسطه، هذا جهد. ايوه ماكم واسطه، ان شبه الحد يجي بعد قاعد مده اذا باي يقعد مع اهله وعندهم فيه ثقه، ويك ثقة اللي ناله ولا بذيك الناس كيف نحن نشتغل معهم ويعرفون أخبارين فينا، وما نقدر يعطونا شيء نقدر نلاقي جمعهم ونقدر معهم مع هالناس ونسوق لهم. شنو الطريقة اللي قدوا إلى 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 عاونهم حد بيها يخلوا هذا المقرأ ونعدوا لهم مدرسة وندور فيها معلمين ونحفزوهم ونلاقوا مفتش ونحفزوه للمتابعة ونلاقوا المراجع ونشوفوهم كذل هالناس ونعطوهم استعمال ندور نشوفه ونعدوا لهم مشروع هيك من تماتي والله من فومتيار والله من الزرع والله من الحريزة نعدلهم هيك عتي ما طيب اسمح لي فقط، هذه الأجهزة الحكومية والوزارات والهيئات جهدها في هذا السياق سواء الشؤون الاجتماعية أو غيرها ووزارة الصحة ووزارة التعليم، أنت شايف إنه ما عنده تأثير مباشر على ظروف المواطنين ولا حياتهم؟ يعني هذا نقول لك، هذا أسأل فقط ثاني نقول لك هذا نمشي حكومة كل إن شاء الله شهرين نين بس ونين نعمة وكل دار يتمشي في إطار هاي المهمة اللي واحد فيها ويتمشي في إطار عمل رسمي ولا اللي شوف بعد لأنك ذاك ما عندك ما شفت مشاريع، ما شفت أنشطة مدرية الدخل، ما شفت مدارس نموذجية متميزة في أدوابة زينة فعلا. أنت نشوف شو البنايات الضخمة واللي ما عندها قراية ولا عندها معلمين ولا جاي أحد
تشوف ما شفت انا شخصيا، ما شفت مثلا الواقع هو شفت لا الناس ذات لا فقيره، ذات لا تعبانه، ذات لا تعير، ذات لا ما شفت ما شفت. هي البرامج في النهايه لا يمكن ان تؤتي اكلها، انت ذكرتها 5 سنوات، لا يمكن ان تؤتي اكلها في اشهر سنة. او في انا قلت لك 20 سنه، قلت لك لا احنا نتحدث عن التآزر الان التي انشئت منذ سنتين مثلا تضامن. منذ سنتين مثلا تضامن ديمتري. لا لا نريد ان نتحدث عن السنوات الماضيه، ربما هذا تميع للمواضيع، نحن نريد تميع المواضيع. لا اسمح لي اسمح لي، اقصد انه توسيع نطاق الموضوع وبالتالي يمكن ان يبعدنا عن ما نناقشه. نحن نقيم الظرف الحالي، نقيم الاوضاع الحاليه، لو سالت حكومه ستقول لك هذا يعني حكومات اخرى وبالتالي يتم تدافع المسؤوليه. نريد ان نقيم الظروف الحاليه منذ انشاء تآزر وغيرها من المؤسسات، هل هذه البرامج الحكوميه تاثير على الواقع الاجتماعي وعلى تحديد تحديدا ملف العبودية ومحاربة مخلفاتها؟ قلت لك أنا إن حالا نحن بعد هذا الوقع والله هذا التأثير ما لمسنا، لم تلمس ما لمسنا. سمعنا بديك 100,000 قلت بالنسبة للتأمين الصحي ما نعرفه مرة، ما نعرفه معايا إنها 600,000 ما نعرفه، ما نعرفه تعال معايا. إحنا بعد عندنا إيش من ضحايا رعين بفكر ما نعرفه، عندنا في النعمة وعندنا بالأسماء مقدمين نهار هذا رسالة رسمية من المنظمة شور سي اس ا واضح دوره تساعدنا في ممارو ودليفيرو نعطيهم ضحايا وما افتقعش برنا. سمعت اللي قيدوه النفس من الامور الاخرى الاداريه مثل واحد فيها معناها اني انا مالي قايل لك انا قلت ادخلك بعد انا شخصيا وانا قايل لك اني نمشي شور الناس ونشوفها وحنا الفقراء هون في الواكشوب نقعد بعد الصباح الساته الخامسه ونص الساته ناخذ شيء من الطوابير امام بوتيك ما هو كبير، طوابير كبيره تحاني شويات يتجبرهم قد أود لا نزيل وشي قبال يقرب دانا ياك الأمانة ما نعلم بيته ونين تلنقارن بين المبالغ قلت لك المعطية لهذه المؤسسات اللي مليارات وأرض الواقع عامل مولي فتح إيماني عادة يمشي أربع إيماني عادة يمشي إن شاء أنا نعرف أنا نعرف البوادي ونعرف نعرف ونخلينا نقول لك مولي قضية إن نحن فنيش العبيد ما أنا قايلين العبيد وحدهم مولي فاصلين مولي ثاني هو فاصلين ياسر من فاصل من مجموعات كاملة ومن مكونات كاملة لا بدي أقولها بعد شفناها أثر الأحد. طيب رأيك لماذا أنت لماذا البرامج الحكومية في هذا الصدى أنت تصفها بأنها لم تحقق أثرا ولا نتيجة؟ لماذا؟ هل يعود سبب الفساد؟ اسمح لي نريد أن نشخص، هل يعود سبب الفساد أو غياب الجدية؟ يعني ما هي المبررات؟ أنا بعد شخصيا حسب وجهة نظري إن يالله في أي مشروع وأي قطاع حكومي وأي وزارة سنت له مهام عنده تفصيل التزامات وانطاته فوضى ما هي الحد؟ هو الشعب الموريتاني مقدرات الشعب الموريتاني يلا تخليك متابعة حقيقية ويا الله هو عنده دسار التزامات وعنده أهداف يلا يحققها وعنده أعمال يلا يقوم بها يلا يخليك تدقيق ويخليك عمل في النهاية نين عرفنا منين الحق. ما قلتم كل سنة نعدلوا ميزانيات ويعدلوا البرلمان يعدلوا ويخوا البرلمان وينطاوا لهلهم ويمشوا يعدوا فيهم ذاك اللي احنا ما نعرف شنو هو مهم مني أنا بعد شخصيا ما لمست نفس الناس اللي نعرف نفس الوجه اللي نعرف نفس القضاء اللي نعرف معناها اني يلا تخليك متابعه ويلا يخليك تقييم ويلا يخليك عقاب باللي لعت تكلت والله انسرقت والله انصرفت في مال صرافي يلا ياك المسؤول عنها يلا يشاف لانه وتابع ولانه وعاقب ولانه استفسر ولانه هذا هو اللي صالح. لانه كل عام تقعد ان البرلمان موقع ويمرر الميزانيات وتنصرف لهلها وفي دور حلقه مفرقه والشعب يعاني والله اغلبيته تعاني هذا مو طبيعي هذا مو طبيعي. شكرا جزيلا السيد الكوري والصنيبه مسؤول الاعلامي بمنظمه نهضة العبيد على مشاركته معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام انقل اليكم تحيات فريق البرنامج والى حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.